بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هتكلم عن المايكوبلازما والهيموفيلس ديكري او ديكرياي. هبتدي بالمايكوبلازما انفكشن. ايوه، هي بتاعت الفرايد ايج، بتاعت البيض. وطبعا انا مصغر البيض هنا ليه، لان من اول خاصها ان هي the smallest، هي اصغر بكتيريا معروفة، تقريبا 125 ل 250 نانو. حتى كاتب لك في الكتاب ان هي تقدر تعدي من اي ممبرين او فلتر للميه، او اي فلتر عامه. مثلا لو بنتكلم انها في ميه، يعني انت لو شربتها هيبقى في مايكوبلازما عادي، ولكن هو مش ده الروت اوف انتري الصح ليها لجسمك. فما تقلقش، دوس براحتك، مش هتعمل حاجه. تاني خاصيه مميزه جدا ليها ان ملهاش سيل وول، ولكن عندها 3 لايرز من السيلولر ميمبرين، زي ما شايفينهم هنا كده في الصوره. دي بتديني ريزلت مهمه جدا، ان انا ما ينفعش ادي سيل انهبيتورز من الانتيبيوتكس وانتظر ان هي تدي نتيجه كويسه. مش هتعمل اي حاجه لان مفيش سيل وول اصلا. طب زي مين؟ ما ينفعش ادي بنسلين ولا كيفالوسبورين، مش هنتظر اي نتيجه ايجابيه. طبعا بيطلعوا المايكوبلازما بتطلع عادي جدا على السيل فري ميديا. المورفولوجي بتبقى فرايد ايج ابيرنس. واخر كاركتر معايا ان هي لها افينيتي عاليه جدا للماميليان سيلز عن طريق ريسبتورز معينه بتمسك في سبيسيفيك ماميليان بروتينز. جميل. انا في الموديول ده هتكلم عن اليوروجينيتال مايكوبلازما، ماليش دعوه بالمايكوبلازما نموني خالص. هتكلم في نوعين هنا، مايكوبلازما هومينس ويوريا بلازما يورياليتيك، في الميل والفيميل واللو بيرث ويت انفنتس. بالنسبه للميل، الهومينس مش بتعمل اي ديزيز تقريبا، يعني في الفيميل بتعمل بايرونيفرايتس، ده بلاقي فيه باس ديستشارج من الكيدنيز. وانا شفت حاله من دي، بس شفت فيديو ليها، يعني مش على الطبيعه. سيستايتس ممكن تعمل انفلاميشن لليورينري بلادر، ممكن الاقي فيه تيوب اوفيريان ابسس، سالبنجايتس او فيفر، وممكن يحصل ابورشن متكرر. طب بالنسبه لللو بيرث ويت انفنتس، ما جابوش سيره مع المايكوبلازما هومينس خالص في الكتاب. طيب اليوريا بلازما يوريليتيكا بالنسبه للميل بتعمل نانجونوكوكال يوريثرايتس، زيها زي الكلاميديا تراكوماتس، بيعملوا نانجونوكوكال، يعني ما لهمش دعوه بالنيزيريا جونوريا خالص. نانجونوكوكال يبقى بتكلم في يوريا بلازما يوريليتيكا و كلاميديا تراكوماتس، بيعملوا ايه؟ بيعملوا يوريثرايتس. في الفيميل قال ممكن يبقى في انفيرتيليتي، ولكن مش ايفيدنس بيست، مفيش كونفيرميشن للكلام ده. بالنسبه لو بيرث ويت انفنتس، فممكن يعمل لانج ديزيز طبعا عن طريق فيرتيكال ايه ترانسميشن. في كذا معلومة زيادة، ان الانفكشنز اللي بتحصل في اللور يوروجينيتال تراكت بتكون اسيمتوماتيك، وبيكون فيها البوث سبيشيز. وبالنسبة لليوريا بلازما يوريليتيكم، فانا في الكالتشر بتاعها لازم يكون في 10% يورين زائد الفينول ريد، علشان هي لها بتعمل اناليسز لليوريا، بتعمل تطلع امونيا وكده، فالامونيا بتغير في البي اتش، فالفين الريد لونه بيتغير لو اليوريا بلازما يوريليتيكا موجودة في الكالتشر. بالنسبة لللاب دايجنوزز، زي ما اتفقنا في الفيديو الأول بتاع النيزيريا، إن أنا أول حاجة بعملها باخد سبيسيمين. السبيسيمين دي ممكن تكون يوريثرال سواب أو يورين، بس يورين بعد ما أعمل بروستاتيك مساج في الميل، طبعا بيحصل عن طريق الريكتم زي ما شايفين في الصورة هنا. طب بالنسبة للفيميلز، باخد اسبايرت باس اسبايرت من الاوفري، وبعد ما اخد السبيسيمين بوصلها لللاب عن طريق ترانس الميديا اللي بعمل بيها ترانسبورتيشن، هي شتوارتز ميديوم او شتوارتز على زي ما تحب تنطقها. طبعا في اللاب بيعملوا ايزوليشن وكالتشر. الكالتشر زي ما قلنا عادية خالص، ستاندرد عادية، ولكن بسيبها ل7 ايام، وبتكون بس رطبة شوية، والسي او 2 من 5 ل 10% زيادة. جميل. ايه المورفولوجي اللي بلاقيها؟
بلاقي ان طبعا الكالتشر بيبقى فيها ستيرول كمان. المورفولوجي اللي بلاقيها مميزة جدا للمايكوبلازما هو المنظر بتاع الفرايد ايج ابيرنس. وبالنسبة لليوريا بلازما يوريليتيكم، فانا في الكالتشر بتاعتها بزود 10% يوريا مع فينول ريد، لان ليها يورييز اكتيفيتي، بتطلع امونيا، بتغير في البي اتش وتغير الكالر بتاع الكالتشر، وبدي كونفيرميشن او الريزلت عن طريق تغيير البي اتش والكالر. بالنسبه للسيرو دايجنوزس يعني نادر ان انا بعمله، بكتفي بالكالتشر، سواء بقى سيرو دايجنوزس بعمل ديتكشن للانتيجين او الانتيبادي، ده نادر ان انا اعمله مع المايكوبلازما. ممكن استخدم جروث انهيبيشن فاكتورز بسبيسيفيك انتسيرا علشان احدد اي نوع من المايكوبلازما موجود قدامي في السبيسيمين دي. بالنسبه للتريتمنت، تريتمنت ممكن استخدم تتراسايكلين او كوينولونز. ببعد عن الاريثروميسين في المايكوبلازما هومينس لانها ريزيستنت لي، لكن اليوريا بلازما يوريليتيكم هي ستيل سسبتبل للاريثروميسين، ممكن استخدمه عادي، يبقى بستخدم تتراسايكلين وكوينولونز. هتكلم عن بكتيريا تانية خالص، بوفلس ديوكرياي، هي من نوع البارفو بكتيريا. ساعة ما اسمع بارفو بكتيريا يبقى على طول جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، او ممكن تبقى باسيلاي، يعني ما اقدرش احدد هي كوكس ولا باسيلس، هي مدورة شبه الكرة ولا شبه الرودز، هي حاجة بين الاتنين زي ما شايفين هنا في الصورة، وجرام نيجاتيف طبعا. طب دي بتعمل ايه؟ بتعمل لي حاجة اسمها تشانكرويد او سوفت شانكر. وصفها ان هي بتبقى ليها سوفت بيز، يعني ليكويفايد شوية اهي قدامنا في الصورة، راجد، راجد يعني معرجة زي ما شايفين، معرجة كبيز وك ديماركيشن حواليها، وسوالن المنطقة بتكون معظمها سوالن، طبعا يعني مش باينه قوي هنا ولكن هي بتكون سوالن، زائد انها بتكون الالسر دي او التشانكر دي، التشانك السوفت تشانكر دي لازم تكون بينفول، زائد ان بيكون الليمف نودز القريبه منها لازم تكون انلارجد وفي بين كمان لما اجي المس الليمف نود القريبه منها. تمام، طب ايه اللاب دايجنوزس بتاعها؟ اللاب دايجنوزس بسيط برضو، سبيسيمين بعمل لها فيلم او سمير وكالتشر. لما باجي اعمل فيلم بلاقي فيه انترا سيلولر واكسترا سيلولر مع سيكندري انفيدرز، والكالتشر بتتعمل على تشوكلت اجار. وعايز اقول حاجة، اي بكتيريا فيها هيموفيلس في الاول بحط مع ايزوفيتاليكس علشان اديلها نوع من النيتريشن اكتر، علشان هي محتاجة الايزوفيتاليكس عشان تكمل الجروث بتاعها، زائد فانكومايسين وكربون داي اوكسايد عشان امنع اي سكندري انفيدر، واخلي بس الهيموفلس ديوكرياي او ديوكري هي اللي تطلع في الكالتشر عندي. المورفولوجي هي بتكون يعني نقط صغيرة جدا على التشوكلت اجار زي ما شايفين هنا. التريتمنت، التريتمنت سيفترياكزون اللي هو ثيرد جنريشن كيفالوسبورين زي النيزيريا، ممكن استخدم كوتريميكزازول او اريثروميسين. شكرا.